الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن رتب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه آياتها ترثي قم ناشد الإسلام عن موسى به أصيب به نبي كتابه أم أن رب الموت عنه قد سرى مولا على ركابه بل قضى نفس النبي المرتضى وقد رجت ليلة في أسواره قضى على عظامه وهل أتى في حسن تنعاك حيدا يا أيها المخطوط يبكي عليك الطوط والقلم المسطوط تنعاك حيدا قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي كتابه أم أن رتب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي كتابه يا حيدر يبكيك الكتاب إن الخلق ذابوا انهكك الغياب يا حيدر يبكيك الكتاب إن الخلق ذابوا انهكك الغياب لما صابوا منك الجبين قد خر ركن ديني طعينا فيك فجعنا فيك ذهنا كنت نورا للمؤمنين يا حيدر يبكيك الكتاب إن الخلق ذابوا أنهكنا الغياب يا حيدر يبكيك الكتاب إن الخلق
الخلق ذهبوا هكنا الذهبوا لما صادوا منك الجبينة قد خر ركن الدين طعينا فيك فجعنا فيك ذهنا إذ كنت نورا للمؤمنين يا حيدر تبقى أنت فرضي دنياي ونرضي أنكم لست أرضي يا حيدر تبقى أنت فرضي دنياي ونرضي أنكم لست أرضي لست شعارا أنت شعارا هيهات يحجب حبل متين تبقى إلى الرب أسعى إليك يا نور قلبي وكوثر من كفيك أشرب وكوثر من تشرب يا حيدر يبكيك الكتاب إن الخلق ذاب أنهك الغياب يا حيدر يبكيك الكتاب إن الخلق ذاب أنهك الغياب لما قد خر ركن الدين طعينا